السباق المنتظرة فتحت البوابات على بركة الله، اندفعت جياد الخيل العربية المبتدئة عمر 3 سنوات فأكثر متنافسة على مسافة الميل وربع الميل، الأسماء التي لم تربح في مشاركاتها الماضية والتي تشارك للمرة الأولى. لدينا جميع هذه الأسماء شاركت سابقا، كان لدينا فريد الجازي هي الوحيدة التي لم تشارك في السباقات واستبعدت من المشاركة بعد أن أرفزتها في بوابات جاز الانطلاق. انطلاقة بدأت لهذه الأسماء، لدينا صراحة الخالدية في المركز الأول من المسار الخارجي، لزازة الثانية ابنة هلال العيد في المركز الثاني، والمركز الثالث لشلفة الحزام ابنة عاصي من المسار الداخلي، وأيضا سميدة عذبة من المسار الخارجي في المركز الرابع، كذلك ربدان القصيعة وشاهدة في المركز الخامس، وأيضا مؤيد طيبة في المركز السادس. هذه هي الصورة كما تبدو لنا مشاهدينا الكرام في منافسة الجياد العربية المبتدئة في هذه الانطلاقة الحذرة من بين هذه الأسماء. وفي هذه الأثناء الزازة الثانية تتقدم شيء بسيط، فيما شلفة حزام تتابعها في المركز الثاني، يبدأ صميدة عذبة من المسار الخارجي، يبدأ التقدم ابن عاصي للمركز الثالث الآن مع محاولات لشلفة الحزام هي الأخرى من المسار الداخلي. منافسة أيضا صميدة عذبة بقيادة راموس من المسار الخارجي يدفع به على ما يبدو لهذه المنافسة بقوة، فيما شلفة الحزام هي صاحبة المركز الأول الآن من المسار الداخلي. بدت واضحة المنافسة ما بين صميدع وشلفة، شلفة الحزام وصميدع عذبة من المسار الخارجي، شلفة الحزام ابنة عاصية، صميدع عذبة ابن عاصي من المسار الخارجي. هنا منافسة ما بين أبناء عاصي مشاهدينا الكرام، شلفة الحزام من المسار الداخلي، هل يستعيد عبد الله بأخضر الصدارة أم يتواصل راموس؟ راموس بقوة ما شاء الله تبارك الله يتمكن وبطول كامل عن شلفة الحزام من تجاوز خط النهاية أولا. إذن صميدة عذبة ابن عاص